قد يكون طال عمرك خلل نفسي، قد يكون دليل على مرض نفسي. هناك أمراض كثيرة نفسية بنستدل عليها من خلال العزلة. يعني إذا قالت الأسرة والله يا دكتور إحنا بنتنا مرحة ومشاركة ولها حضور، ثم فجأة أو من شهر شهرين أو فترة محددة قد تطول أو تقصر بدأت تنعزل، هذا مؤشر واضح أنه البنت كانت على نمط سلوكي معين ثم طرأ شيء ما. هذا الشيء قد يكون مرض كبير كالأمراض المذهبة للعقل، نتكلم عن الأمراض الذهانية مثل الفصام. قد يكون دلالة على مرض أقل وطأة اللي هي اضطرابات المزاج اللي بنسميه الاكتئاب. قد يكون هذا أكثر عند البنات، قد يكون نوع من الاكتئاب. يعني هنا الشيء اللي بيساعدنا إنه البنت كانت مشاركة ثم توقفت المشاركة. الانطواء إذا كان سمة من الطفولة إلى الكبر هذا له تشخيصات وله تفسير مختلف. إذا كان شيء طارئ حديث من فترة قريبة له تفسير.